تعرف انت فما لجنة فنية اللي برش عباد يمكن ما تعلمش انه هي تخدم في الامور هذية. انا في وسطهم معناتها مانيش فني، لكن نحضر الاجتماعات بحكم اني انا رئيس الفرع. لكن فما فنيين بما فيه مليك تعرف عنده ليسانس برو يوفا، بما فيه لاعبين قدامه، بما فيه مدربين قدامه، بما فيه معناتها مسيرين قدامه ومسيرين حاليين يترأسوا معناتها يجتمعوا، وكانوا اشرفوا على جلسه عمل مع الممر الاول فيكتور مينيز اللي هو معناتها ريفيرونس في اسبانيا كونترونور. دونك حكينا مع البروجي سبورتيف نتاعو، سي ان بروجي بلوز اوموان اللي نقولوا اللي يحب كيب حاضره، يعني يجي يخدم كيب حاضره وكل شيء. بون كي حكينا مع جورج كوستا سي اوتر شوز، سي ان بروجي سبورتيف اللي يتماشى مع سياسه الفريق في الوقت الراهن، اللي هي عندنا فريق شبان نحبوا نعطيوهم معناتها بلاصتهم ومكانتهم وكل شيء. هو جاء تفرج في ماتش لقاء الترجي الرياضي التونسي وكان عبر على بعض الحقيقه، معناتها عجبوه كيلكو زيليمون من الاولاد صغار كيما عجبوه اولاد اخرين، لكن قال عطانا بروجي سبورتيف كامل. كنا عجبنا معناتها باجماع العباد الكل، اللجنه الفنيه كامله، وماشيين في نفس الاتجاه مع جورج كوستا اللي باش يحل ان شاء الله بقدره ربي اخر الاسبوع. ونهار الاثنين الصباح بحول الله باش يكون نجم نقولوا اخر اجتماع، لانه قربنا في وجهات النظر الماديه والرياضيه، وباش ما نخليوش، لانه باش ما نخليوش مشاكل كيما صارت مع دوارتي وصارت مع الممرن فيليب تروسي، يعني ما نحبوش مشاكل ماديه هي مستوى العقود، لانه وليت انا واحد من الناس قلت له ما نحبش تصير حتى حكايه في او مشكل مادي كسوا انا موجود للندرس في او بعد مغادرتي. ونفس الشيء السيد منصف خماخم هو اللي كان حضرني من الحكايه هذه. دونك احنا كي باش ناخذ ممرن لازم الممرن يكون زاد عارف على شنو قادم، مش الفائده انك تجي وتخدم شهرين وثلاثة وأربعة ومن بعد ما تمشيش للنتائج تغادر وتخلي الفريق يتخبط في مليار و800 ألف دينار يعني خطايا. لذلك خذينا احنا وقتنا وخذينا حذرنا وقاعدين نيغوسيو معاهم، وتمت الموافقة بلوز مع على الشروط نتاعنا كيما وافقنا على الشروط نتاعهم، واللي هي راهو باش نبداو نكونوا واضحين تضحيات كبيرة من السيد منصف خماخم فيما يخص العقود هذه، تضحيات كبيرة باش يكون توتان ستاف تكنيك كامل يشرف على الفريق، معناتها دو ا جوسكا زيد، معناتها لا بلا معناتها ما فماش بلاصه ناقصه هكا ولا هكا. وعباد بروفيسيونيل خدمت في اعطى الفرق في البرتغال، عندهم تجربه زاد مع المنتخب الغابوني، معناتها سي تري امبورطون. تعرف احنا تو عندنا مسابقه افريقيه، هما يعرفوا الاجواء الافريقيه ولعبوا دونت كونتر دي زيكيب ناسيونال افريكان، يعني باش يعاونهم فيما يخص المسابقه الافريقيه. متفاهمين وان شاء الله نهار الاثنين بعد الاجتماع كان تم الاتفاق باش يكون توقيع العقد وتقديم الممرن الجديد في المرحله القادمه للنادي الرياضي الصفاقسي.